في الخليقة. حلقة اليوم رح نعطيها عنوان بسيط، هي صورة الله وصورة الإنسان، هل أصل الإنسان قرد؟ رح نحكي وجهة نظر الكتاب المقدس ورح نشوف وجهة نظر نظرية النشوء والتطور. معي بالحلقة اليوم الأخ مازن. أهلا وسهلا فيك أخ مازن. أهلا وسهلا فيك وبالأخوة المشاهدين بحلقة جديدة عن بصمات الله في الخليقة. وفي هذه الحلقة سنتناول أمور متنوعة. في هذه الحلقة سنرى ماذا يدرس في المدارس، ماذا يدرس في الجامعات، هل إن الجيل الجديد يتاح له الفرصة حتى يعرف كلمة الله، هل إن رأي العلماء والكتب اللي تدرس صحيحة علميا، أيضا سنرى فيما بعد تأثير الحكومات في التعليم وتغيير أيضا أذهان الجيل الجديد. سندرس ما هو رأي الكتاب المقدس في خلق الإنسان. نعم. وفيما بعد أيضا سنرى رسائل جميلة للغاية وضعها الله كسر بسبب أنه هو الإله الوحيد له كل الحكمة والسلطان. آمين. اللي بيحول كل الأمور بشيء جميل، هو إله رائع، كل شيء بيعمل بمنتهى الجودة والحكمة والنعمة. أيضا سوف نرى ماذا يقول العلماء على ممر التاريخ، هل يوجد في هذه الأيام علماء ملحدين، هل هم الأغلبية، ما هو تأثير العلماء الملحدين على الجيل الجديد، لماذا في هذه الأيام المفروض أن المعرفة قد ازدادت، صحيح، لكننا نرى بأن في ضلال في التعليم، وأن الناس وخصوصا الجيل الجديد لا يحب أنه يعود ويعرف وجهة نظر الله من جهة الخليقة، مع أنه هو أبونا السماوي المحب. صحيح. أعزائي، الكتاب المقدس بيقول في البدء، بالتكوين إصحاح أول عدد أول، في البدء خلق الله السماوات والأرض. وبعدين بيورجينا الكتاب كيف أن الله أعاد ترتيب الأرض من جديد، فخلق النور، فصل المياه عن اليابسة، وخلق السماوات. بعدين أمر الأرض أن تخرج النباتات تخرج النباتات والأشجار وكل ما عليها. بعدين رجع خلق النور الكبير والنور الصغير، الشمس والقمر والنجوم. بعدين أمر الرب أن تخرج الحيوانات. وبعدين بيوصل بكلامه إلى اليوم السادس، ورح أقرأ لكم شو بيقول باليوم السادس. باليوم السادس بتكوين إصحاح 1 وعدد 27 بيقول: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. منلاحظ أحبائي أنه في فرق كتير كبير بين خلق الإنسان وبقية الأمور اللي خلقها الله. بقية الأمور خلقها بكلمة، قال فكان، أمر فصار. بس وقت إجا الموضوع للإنسان، الله بحكمته بمحبته وبجلاله بعظمته خلق الإنسان بطريقة رائعة جدا. وهلأ الأخ مازن رح يعطينا تفاصيل أكثر كيف الله خلق الإنسان عبر الآيات. نعم. أيضا نحن بنحاول أحبائنا المشاهدين أنه نقرأ مجموعة من هذه الآيات الرائعة التي كتبها الله بإصبعه كيما يعطينا المعرفة عن الأيام الأولى قبل أنه يكون كل بشر. الله أعطانا كل التفاصيل، هو الوحيد اللي كان شاهد على الأمور اللي قبل خلق الإنسان. لم يكن هناك إنسان، لكن الله خلق كل شيء وعد بكل محبة وبكل حكمة، وأعطى الإنسان هذا السلطان أنه يكون عنده على كل هذه الكائنات. وذكر هذه الكلمات مثلا في تكوين الأصحاح 2 والعدد 7: وجبل الرب الإله آدم
ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. هذا هو كان في البدء، لكن عندما ننتقل إلى تكوين 2 والعدد 15 نسمع فيما بعد هذا التسلسل الجميل، إن الله يعطينا يوم بيوم آمين. كل أمور الخليقة من جهة الإنسان لأنه بيحبه، وأخذ تقول كلمة الرب: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. ما هي الموضوع في غاية الجمال؟ الله يتعامل بكل صحيح. حنية، صح، وبيشوف أنه آدم اللي أعطاه السلطان على كل هذه الخليقة، رأى وكتب هذه الكلمات الجميلة: قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده. يتطلع إلى هذه المشاعر، يحس بالكائنات الموجودة، رقيق القلب، علمنا المحبة، الرقة، الاحترام، طريقة التصرف الجميلة، لم صحيح. يكن يتعامل معنا كسيد قاسي كما تعلم بعض التعاليم على الأرض، وأيضا ليس من التعليم الآخر أنه لا يوجد هناك خالق عظيم، بالعكس يوجد هناك إله حكيم أبو كل محبة وحكمة وقادر أنه يعتني بخليقته. آمين آمين. واضح جدا طبعا أن الله لم يخلق الإنسان حتى أعد وأكمل الأرض بالكامل. نعم. يعني هيئ له كل شيء. كان ممكن مثلا يخلقه قبل النباتات ويقول له أنت روح زراع. نعم. هاي بذور أنت زراع وحروت الأرض، بس لا، الله أمن كل شيء وهو لا يزال لليوم هذا يعتني فينا روحيا ونفسيا وجسديا. نعم. يعتني باحتياجاتنا بالكامل، يعطينا صح. كل ما نحتاج إليه ويقوتنا ويغزينا. نعم. ويحبنا كأولاد وكأحباء على قلبه. مضبوط. أيضا الفكرة الأخرى، على أنت ذكرتي أنه الخليقة كانت هي في 6 أيام. صحيح. والجميل في هذه الخليقة أن الإنسان خلق في اليوم السادس. صح. بعد أن أكمل الله كل الخليقة، عمل النباتات، وفيما بعد نرى الله عمل مثلا الشمس والقمر وعمل الخليقة الحيوانات كلها والبحار، وكل شيء قد أعد. وعندما خلق أو خلق الله آدم في اليوم السادس، يقول في اليوم السابع استراح الله. يعني دخل آدم في يوم الراحة مباشرة في اليوم السابع. صحيح. فالله كان في راحة وفي بهالمعنى أنه بيحب أنه يجي يستمتع مع آدم، وبيجي يشوف كل هالخليقة الجميلة ويعطي السلطان. هذه فكرة ضرورية لكل الناس حتى بيفهموها. الإنسان الله أعطى الإنسان امتياز رائع طبعا. أعطاه مواصفات في الجسد. في المستقبل سندرس هذه المواصفات، سواء كان في العقل طبعا. سواء كان في الفكر الغير محدود، القدرة على استيعاب الأمور العظيمة. يوجد فرق ما بين الإنسان وكل الحيوانات الأخرى بما لا يقاس طبعا. بمعنى آخر أنه من 6000 سنة على سبيل المثال لليوم، كان الإنسان يعيش عيشة بدائية، والآن بعد 6000 سنة نرى أنه وصل إلى القمر وبعث المراكب الفضائية إلى المريخ، وهناك أقمار صناعية حول الأرض، ويوجد لدينا مجهر إلكتروني يصل حتى يشوف الذرة والإلكترونات، ولدينا عقل جبار، مع أن الإنسان إذا نظر إليه في الكون قد يبدو أصغر من النملة. صحيح. بكثير، لكن لديه فكر جبار وعملاق
لأن الله خالق السماء والأرض أعطاه هذا السلطان طبعاً. وأعطى هذا الفكر طبعا، وهذا واضح لأنه بيقول خلقه على صورته. مضبوط، يعني وصورة الله هي يعني الله روح ما له شكل. نعم. صورة الله خلقنا من الناحية الإبداعية، الله هو المبدع الأعظم للكون. صح. أعطانا من إبداعه، أعطانا من ذكاء، أعطانا نفخ فينا من روحه. صح. وكان عارف الله انه نحن رح نوصل يعني لاختراعات وحاجات كثيرة كثير كثير مع الوقت، والرب طبعا راضي عليها، بس للاسف انه الانسان استخدمها بشكل سيء، لانه قلب الانسان شرير مثل ما بنشوف بعدين وقت وقع بالخطيه. ممكن تعطينا فكره بعد ما خلق ادم وحواء ننتقل للجيل الثاني لو سمحت؟ الكتاب المقدس ختلما واحبائنا المشاهدين، ونحن بنشجع من خلال هذه الحلقة لكل الناس أنه يرجعوا لكتاب المقدس ويقروا هالكلمات الجميلة المعزية للقلب اللي فيه إجابات عن كل الأسئلة اللي بتدور في القلب البشرية والإنسانية. وأكثر من هذا، أنا دائما بذكر أن الكتاب المقدس أحبائنا المشاهدين لا ينقل لنا فقط الصورة الماضي والحاضر اللي نحن فيه، ولكنه أيضا بيأخذنا إلى مراحل المستقبل ونهاية الأمور. الكتاب الوحيد اللي قادر أنه يعلم الناس الماضي والحاضر والمستقبل، وبيعرفك قلبك وقلبي وقلب الله المحب، وبيعلمنا الكتاب المقدس ما هو كيف صارت الخليقة، وأيضا ما عمله الله من فداء عظيم ابتداء من تكوين في الكتاب المقدس الإصحاح الثالث وإلى نهاية الكتاب المقدس. في كل الفصول نرى هذه المحبة اللي بنشوفها في كل ورقة وكل آية من الكتاب المقدس. إذا نظرنا إلى موضوع خليقة آدم، ما هو الجيل اللي أتى بعده؟ الكتاب المقدس واضح في كل شيء أحبائنا المشاهدين، يقول في تكوين 4: وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب، ثم عادت فولدت أخاه هابيل. فإذا أول خليقة كانت قايين وهابيل، ويستكمل فيما بعد في تكوين 4 عدد 25 هذه الكلمات: وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. وللشيث يكمل كلمة الكتاب المقدس: ولد ابن ودعاه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. فإذا الكتاب المقدس واضح يذكر لنا تفاصيل هذه الأجيال وأولادهم. وأيضا إذا رجعت أحبائنا المشاهدين الكتاب المقدس، حتى الأعمار إمتى ولد وإمتى مات مذكورة. لهذه الأعمار موجودة مذكورة بكل دقة في الكتاب المقدس. الله هو الحقيقة الكاملة، وهو الوحيد اللي قادر أنه يعطي لكل الناس بكل الأجيال لكل العصور الحقيقة كما هي. لكن فيما بعد سنعرف كيف أن العلم الكاذب يريد أن يغطي على كل هذه الأمور، حتى أن الناس يعيشوا في الظلام وفي الضلال. حسب ما ذكرت أخ مازن، واضح أنه الأسماء لها معاني. يعني حتى اسم آدم له معنى، حواء له معنى، قايين اقتنيت رجل من عند الله، شيث. فمعناتها اللغة طبعا اللي كانوا يتكلموا فيها لغة مفهومة ولا معاني. صح. ممكن تكملنا بالأسماء والأجيال اللي اجت معاني الأسماء وتعطينا فكرة، لأنه بظن هذا نوع من الإبداع العظيم. صح. يلي مانو موجود إطلاقا ولا بأي كتاب آخر على وجه هذه الأرض. نعم. ما عدا الكتاب المقدس. مظبوط. إذا أخذنا أبونا الأول آدم وذهبنا إلى الأجيال العشرة بالترتيب، نرى سر وراء أسماء التسلسل البشري. الكتاب المقدس يذكر لنا أن آدم ولد شيث وكان بعمر 130 سنة. وفيما بعد أتى قينان، مهلئيل، ثم يارد، ثم أخنوخ،
فمتشالح الذي أنجب لامك ومنه نوح. ويعرف أحبائنا المشاهدين من كل الديانات ومن كل الأطياف أن في نوح صار الطوفان العظيم. صح. في هذه هي الأسماء العشرة للأجيال من آدم إلى نوح، عشرة أجيال. هذه الأسماء كتبت باللغة العبرية القديمة. أخوتنا المشاهدين، الله حتى الأسماء حتى كل الأمور كتبها بشيء ويعطي رسالة من وراءها. اللغة العبرية مع اللغة اليونانية تتميز بصفتين لربما لا توجد في كل اللغات الأخرى. اللغة العبرية مكونة من 22 حرف. أيوة. كل حرف لديه رمز وإله معنى وإله رقم. أيوة. مثلا على سبيل المثال نعطي أحبائنا المشاهدين أن حرف الألف اللي هو أول حروف الأبجدية، حرف الألف في اللغة العبرية الصورة مثل قرن الثور. والقرن هو رمز القوة. صح. فطريقة الكتابة وكأن هذا هو شكل القرن، هذا هو الشكل. المعنى لهذا الحرف هو سيد أو رب، لأنه أول حرف متقدم في كل الحروف، فإذا هو السيد والرب على كل الحروف الأخرى، ويعطى رقم واحد. الحرف اللي بعد اللي هو حرف الباء، هذا في اللغة العبرية القديمة يعطى معنى اللي هو بيت ومسكن، وهذا هو الرمز لإله، وأيضا يعطى رقم اثنين. إذا جمعنا حرف الألف مع الباء اللي هي أب باللغة العربية وباللغة العبرية، المعنى إنه سيد البيت، هو الأب، رب البيت، هو قوة البيت. ويعطى الأب رقم ثلاثة، لأنه نجمع حرف الألف واحد مع حرف الباء اثنين، إذا جمعنا الحرفين مع بعض يعطي رقم ثلاثة. أيضا على سبيل المثال إذا في اللغة العبرية القديمة إن أتينا بحرف الهاء ووضعناه ما بين حرف الألف والباء فيصير أحب أو أهب باللغة العبرية، ومعناتها أبونا السماوي المحب. فإذا الكلمات أحبائنا المشاهدين في اللغة العبرية هي ليس فقط تجميع للحروف، الكلمة تعطي أيضا معنى، لكل كلمة هناك معنى. إن أخذنا على سبيل المثال آدم وشيث وأنوش قينان مهلئيل يارد أخنوخ متشالح لامك ونوح. أيوة. هذه في اللغة العبرية القديمة لكل حرف له معنى. والآن رح نعطي ماذا تعني هذه الكلمات وماذا يريد الله أن يوصل إلى كل الناس. آدم يعني رجل، شيث اللي إجا من بعده معين، أنوش اللي هو الثالث معناه ضعيف وميت الساكن على الأرض، قينان تعني في حزن وآلام، مهلئيل اللي هو الخامس معناه الله المبارك، يارد سوف ينزل من فوق، أخنوخ اللي هو السابع من آدم يعني تعليم، متشالح معناته بموته سيعطي متى شلح، لامك اللي هو التاسع معناته حزين متألم ومضطهد، نوح اللي هو العاشر هو راحة وسلام وطمأنينة. إن جمعنا كل هذه الكلمات مع بعض نسمع هذه الرسالة الإلهية الجميلة لكل الناس، لكل الأجيال، لكل الشعوب. من آدم إلى نوح هذه هي العبارة: رجل معين، ضعيف وميت الساكن على الأرض، في حزن وآلام. أيوة. هذه الصفة لكل الناس. صح. الله المبارك سوف ينزل من فوق ويعطي تعليم، بموته
سيعطي الحزين المتألم والمضطهد راحة وسلام وطمأنينة. آمين آمين. ما أجمل هذه أجمل رسالة يبعثها الله المحب لكل الناس. هو بيعرف إن من آدم وكل الجيل اللي بعده الحياة على الأرض ليست سهلة. لا. ليس كل الأمور تمشي على ما يرام. لا، بدخول الخطية دخلت مشاكل. مضبوط. كثير. ففي ناس كثيرين في حزن، في اضطهاد، في ألم، في أمراض، في أوجاع، في كثير ناس كبار بالعمر حزينين، في كثير ناس شباب أيضا حزينين. إذا طلعنا على كل الأرض بنشوف في حزن وفي حروب وفي اضطهادات. الله بعث هذه الرسالة منذ البدء. أنا أعرف، الله بيقول أنا أعرف أنه أنت يا عزيزي، أنت يا عزيزتي، أنتوا بتعيشوا حياتكم على الأرض، وعارف أنه أنتوا جميعا تحت الآلام وفي حزن وفي آلام، لكن الله أعطى حل. آمين. الله المبارك سينزل من السماء ويعطي تعليم لكل الناس إن في موته اللي في إشارة إلى ربنا يسوع المسيح على الصليب وقيامته سيعطي لكل الحزانة المضطهدين، سيعطيهم راحة وسلام وطمأنينة، في إشارة جميلة للغاية على إنه حياة الإنسان ليست على الأرض فقط، ليس هذا نهاية الكتاب. لا. الإنسان له بداية ونهاية على الأرض، مضبوط، في ولادة وموت. لكن هناك حياة في السماء أبدية ستتبع هذا الموت. لكن إن آمن الإنسان بهذه المحبة اللي هي أتت مع ربنا يسوع المسيح، سيكون له نصيب في السماء. هناك لا يكون لا وجع ولا يكون حزن ولا يكون ألم، بل يكون سلام الله يملي كل الناس. آمين. مثل ما بنشوف أعزائنا المشاهدين، الرب أعد فكرة الخلاص منذ البدء، من قبل ما يكون في أي ديانة على الأرض، يعني أعدها لكل الناس. ومشان هيك الكتاب المقدس بيقول بإنجيل يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي يخلص كل من يؤمن به. أخ مازن، ممكن كمان تعطينا، عندك أسامي تانية؟ عندك أفكار جديدة؟ طبعا الشيء الجميل أيضا أنه الرب يسوع المسيح ذكر في الكتاب المقدس أنه هو الذي يخلص شعبه. والعجيب أنه اسم يسوع في اللغة اليونانية، التي أيضا لكل الحروف اليونانية هناك أرقام، فعندما تجمع حروف يسوع يكون هناك رقم اللي هو 888 888. طبعا عند الله لا يوجد شيء اسمه صدفة، لا أبدا، كل شيء بترتيب، كل شيء وراه قصد. صح. نحن الآن صرنا نفهم هذه الأمور لأنه كانت أيضا مخفية عن كثير من الأجيال. صحيح. على سبيل المثال أن 888 بعد أنه ما تطور علم الكيمياء، ولافوزي مثلا ب 1777 هو أول واحد فكر واكتشف فيما بعد عناصر جديدة في الحياة ومن ضمنها الأكسجين. ونحن بنعرف من دراستنا للكيمياء على أنه ذرة الهيدروجين على سبيل المثال يوجد فيها نواة ويوجد إلكترون بيدور حول هذه النواة، وفي النواة يوجد هناك شحنات موجبة للبروتونات ويوجد إلكترونات بتدور حولها. أصغر هذه الذرات هي هيدروجين. لكن الشيء الجميل للغاية أن إذا أخذنا عنصر اللي هو الأكسجين، نرى يوجد 8 بروتونات في النواة ويوجد 8 نيوترونات أيضا في النواة ويوجد 8 إلكترونات تدور حولها. فما هي الربط ما بين يسوع المسيح والأكسجين؟ الأكسجين أحبائنا المشاهدين هو العنصر اللي بدونه لا يستطيع إنسان ولا حيوان
ولا حتى فيما بعد النباتات لأنه تحتاج CO2 وهي أيضا في أكسجين، ولا حتى الماء اللي هو H2O. فالأكسجين إن اختفى تموت كل الناس طبعا. فالله أعطى هذه العلامة من خلال علم الكيمياء لناس كثيرين، إنه يسوع المسيح هو إكسير الحياة. صح. بدون يسوع لا يكون هناك حياة، مع يسوع الإنسان اللي بيتنفس يحيا. هذا الشيء السر المكتوم، أن الكتاب المقدس يحوي كل العلوم والكنوز فيه. إلى هذا اليوم العلماء كثيرين، كل يوم بنلاقي لؤلؤة جديدة، صح، ألماسة جديدة. هذا هو السبب أحبائنا المشاهدين، أن في هذه الأيام على الأقل في 3000 عالم بدرجة دكتوراه في جامعات عديدة في العالم الآن ابتدأوا ينشروا بحوث عن أنه الله هو الخالق العظيم. والآن صرنا نتعجب أن الله عمل كل شيء بالكتاب المقدس وبالحياة بترتيب، بمعادلات رياضية، بمعادلات فيزيائية، حتى في اللغة المكتوبة في الكتاب المقدس نرى أسرار عظيمة تكشف في كل يوم. إذا أخذنا أيضا شيء آخر على سبيل المثال، أن إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء، أيوة، ولد بعد 1948 من يوم ولادة آدم، 1948، وهي إشارة أيضا لميلاد فيما بعد إسرائيل بعد المسيح. هو أبو الجيل اللي هو جيل المؤمنين، ومن عنده إجا النسل اللي هو اليهود، الأمة اليهودية، وفيما بعد هذا إشارة نبوية. لكن إبراهيم ولد 1948، ونرى 8 رقم موجودة على جهة اليمين. وفيما بعد إسحاق أيضا ولد اللي هو ابنه ب 2048، كمان في ثمانية. ويعقوب ولد أيضا ب 2108، فنرى أيضا 8. فإذا إبراهيم، إسحاق، يعقوب، 8 8 8. والرب يسوع أتى من نسل إبراهيم ولكي تتبارك به كل الأمم. صح. كمان أيضا نرى هذه العلاقة الجميلة الرياضية. كل الناس بصراحة الآن، علماء الرياضيات والفيزياء اللي قاعدين يحسبوا ويقارنوا، يجدوا أنه الكتاب المقدس مصنوع بيد حائك ماهر حازق. يعني كل شيء إذا بنطلع من جهة الأعمار، نطلع من جهة الحروف، نطلع من جهة النبوات، نطلع من الجهة الأخلاقية، نتطلع إلى أمور الماضي، إلى المستقبل، كلها نراها موجودة في الكتاب المقدس بشيء جميل. نريد ونصلي لأجل كل أحبائنا في كل مكان في هذه الأيام الأخيرة، إنه يرجعوا يعيدوا العلاقة مع ربنا من خلال الكتاب المقدس، وحتى يقدر يعرفوا الخلاص والفداء ويعرفوا الحياة الأبدية. ونحن بنشجع الناس، ليس فقط اللي مولودين أيضا من أب وأم مسيحيين، لكننا أيضا بهذه الكلمة، كلمة الحياة، ربنا يسوع المسيح اللي هو الأكسجين الذي يعطي حياة للناس، في هذا نريد أن نصل بكلمة الحياة إلى كل الناس. صح. إن كان أصلهم يهود، إن كان أصلهم مسلمين، إن كان أصلهم بوذيين أو هندوس، الرب يسوع المسيح اللي هو أكسجين الحياة متاح للجميع، لكننا نأخذه بالإيمان. وعندما نأخذه بالإيمان هكذا نحصل على الحياة الأبدية، والإنسان ما عاد يخاف من شيء اسمه الموت، لأنه الكتاب المقدس يذكر بوضوح على أن موت المؤمن هو رقاد أي نوم. صحيح. فالإنسان بينام ويفتح عينيه وبيكون كما بيقول الكتاب مثل إليعازر
في إنجيل لوقا، بيكون موجود في حضن إبراهيم، وهناك يتعزى ويفرح إلى أبد الأبد. آمين. وطبعا بالنسبة للمؤمنين رح يكون موجود بحضن الرب يسوع. آمين. لأنه إنجيل يوحنا بيقول بواحد 12، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. واسم يسوع بالعبري معناه المخلص، لأنه هو يخلص شعبه من خطاياهم. آمين. في أي معلومات نلاحظ يا أخ مازن؟ أنه بالفعل في إعجاز رائع بالكتاب المقدس من ناحية الأسماء والأرقام. وما بتصور أي إنسان بيقدر أنه هو يعملها بإيده. لأنه مثلا بيذكر الكتاب بوضوح أنه آدم وحواء أول ما ولدوا هن اللي سموا الأولاد. يعني ما الله قال لهم سموا ابنكم هيك وابن ابنه هيك وابن، لا، هن سموا أولادهم وأولادهم سموا الأولاد. بس لأنه الله بيورجينا الكتاب قديش الله مسيطر ومهيمن على كل الأمور بالعالم بالتمام، فهو يدير الأمور كما يشاء، وبالنهاية ليظهر محبته. ما لحتى يظهر دينونة أو ليظهر غضب أو أي شيء، لا، ليظهر محبته. لأنه كمان بيقول حتى شعور رأسنا معدودة بالرقم ومحصات، يعني إذا بتوقع شعرة بيقول اليوم وقعت شعرة رقم 100، رقم 1500. فهو مسيطر بشكل غريب وعجيب على الأمور. يعني طبعا الإيمان بيعطي المؤمن الراحة والسلام إنه حياته بإيد قادر، بإيد إنسان، يعني بإيد إله قادر قوي عظيم مسيطر على كل الأمور. ما أنا بإيد إنسان كل يوم عقله شكله كل يوم بغير رأيه. مضبوط. في عندك أي شيء ثاني من جهة الكتاب المقدس تعطينا ملخص صغير كتير إنه كيف إنه وجهة نظر الكتاب المقدس إنه الله خلق الإنسان وسلطه لننتقل بعد شوي بنسمع ترنيمة وبعدها بننتقل للقسم الثاني لنشوف نظرية النشوء والتطور. الآن ممكن أيضا بعد ما عرفنا هذه الأسرار الجميلة، وأكيد في حلقات مقبلة كثيرة سنتناول بشكل مرتب خليقة الله وكيف أنه خلق كل شيء بترتيب جميل، حتى أن الكواكب اللي البعيدة عن الأرض مثل المشتري وزحل وغيرها وضعت لأجل منفعة الإنسان وهو طبعا على الأرض، وكيف أنها صممت بطريقة لأجل حماية الكرة الأرضية من نيازك عظيمة، ورح نشوفهم بالصور كيف أنه هالمراصد العظيمة مثل مرصد هابل اللي موجود بالفضاء الخارجي مع مراصد ضخمة في تشيلي وغيرها استخدمت وأخذت صور عن أمور عظيمة في الفضاء الخارجي، يبدو 100% على أن نظرية الكتاب المقدس بهذا الترتيب الجميل كانت صحيحة. والآن في على الأقل في 50 عالم وألفوا كتاب هل خلق كل شيء في 6 أيام؟ يعني معناته أنه وقت الآن مثل أنا أسميها صحوة، صحيح، انه في قسم منهم بعد ما اشتغلوا سنين يعني وصلوا لحياتهم، اكتشفوا واحد منهم على الاقل عالم معروف في بريطانيا، وكان هذا الرجل ملحد ولمده سنين طويله، ولكن اخر مره حضر مع مجموعه من العلماء اللي هم ملحدين في نيويورك، جلس معاهم وقال انا الان أؤمن بأن الكتاب المقدس صحيح 100% وأنا خارج عنكم. وطبعا بكل تأكيد سنذكر اسمه والمكان اللي اجتمع فيه في حلقات مقبلة. وقال بأنه سألوه ما هو السبب، قال لهم مستحيل أنه تكون كل هذه الأمور قد صنعت بدون خالق اللي هي السماء والأرض. مجرد أن العلماء يتطلعوا إلى الفضاء الخارجي ويتفرجوا إلى ترتيب المجرات، صحيح، وترتيب النجوم وكيف تدور مع بعضها، ليس أمر عشوائي أو صدفة إطلاقا، هناك ترتيب رياضي فيزيائي عميق جعل علماء كثيرين يؤمنون أنه يوجد يد خالق عظيم مسيطر على كل هذه الأمور. لكن طبعا نحن عايشين في الأرض، وأرجو من أحبائنا المشاهدين بيعرفوا أنه نحن في حرب، لأنه الكتاب المقدس بيعلمنا أنه في قوة شريرة موجودة على الأرض،
وهذه القوة، قوة الظلام من الشيطان، تريد إن أمكن تخطف كل الناس إلى الجحيم. والشيطان كان له الدور الأول والأخير في كل أحداث الكتاب المقدس، كيف جذب ناس كثيرين وحتى علماء إلى طريق الضلال. وممكن بنشوف الآن صور حتى بس نعطي علامة بسيطة على أنه الآن في ملايين الدولارات مع علماء كثيرين يريدوا أنه يثبتوا نظرية التطور ويشبعوها في عقول الأولاد حتى بدون اقتناع. ممكن نشوف الآن صورة لمتحف في شيكاغو، ونشوف أن هذا المركز دفع ل 17 مليون دولار. أيوة، هذا هو في شيكاغو، اللي هو المركز اللي الناس والمدارس وكثير من الناس بيروحوا يتفرجوا على الأمور التاريخية الحادثة. ونشوف بالصورة اللي بعدها أن في 17 مليون دولار أعطيت لهذا المكان فقط لأجل أنه إقناع الناس بأن نظرية التطور هي صحيحة، فبيجيبوا إن أمكن أي شيء ويدفعوا فلوس حتى يحاولوا يقنعوا الجيل الجديد عندما يزوروا هذه المتاحف بأن نظرية التطور والنشوء صحيحة. ننتقل إلى الصورة اللي بعدها، نشوف فيها اللي قبلها كان في عالم قبل هاي الصورة لداروين، في صورة اللي قبلها اللي بتبين عالم من جامعة معروفة اللي هي MIT. هذا العالم في جامعة MIT، جامعة شهيرة للغاية، والعلماء اللي منهم الحقيقة عندهم مراكز عظيمة وفي الدراسات بالعالم. لكن هذا العالم يذكر بوضوح ويقول إنه نظرية داروين أو نظرية النشوء والتطور حتى لو لم يكن لها أي إسناد علمي لن نتخلى عنها ولن نناقش، لأنه لا يوجد لنا إنه طريق ثاني. وهذا الشيء الحقيقة يعني صعب، لأنه هؤلاء الناس مسيرين بطريقة لأجل الإيمان بفكرة النشوء والتطور، التي هذه النظرية ليست من الكتاب المقدس ولا تعترف بالكتاب المقدس. فإذا هذا واحد من الأمثلة بيبين على أن هناك في سيطرة وهناك في طريقة لأجل دفع الناس بطريقة فكر معينة. لهذا أنا شخصيا ما بستغرب أنه في مرة زرت ناس وكان عندهم ابن، والابن كان طبيب وفي أمريكا، فطبعا الناس بيفرحوا وقت اللي أولادهم بيصيروا أطباء ويتخرجوا بأمريكا. صحيح. وبيشتغلوا. فالشاب بتلاقي إنسان جميل ومثقف وكل شيء، وجلست معه في حوار وسألت سؤال يعني طبي، قلت له ما هو السبب أنه ما بتقدروا تخترعوا دواء حتى الناس بيضعفوا؟ يعني يخترعوا دواء صغير والآن الوزن. تنزيل الوزن. فهو الإجابة مباشرة قال لي، لأنه نحن أصلا من القرود أو من القرد، فنحن بسبب هذه الطريقة. عاد يشرح لي كيف بالغابة القرد ما بيقدر ينزل الشحم ويستعمله، لأنه فهذا الحقيقة يعني أنا تأسفت بقلبي، لأنه هذه الرسالة أريد يا أحبة أنه توصل للناس اللي في الغرب والشرق. هو ليس الهدف أنه نحن بنكبر أولادنا وياخذوا شهادات فيما بعد ومناصب، بيكون عندهم رواتب وبيكون عنده بيروحوا هوليديز ويتمتعوا، بيروحوا أي شيء يأكلوا ويشربوا مطاعم إلى آخره، ولكن الله نحط وراء ظهورنا، بعدين بيروحوا على جهنم بالنهاية. وبعدين للأسف بالنهاية بسبب هذا التعليم، هذا التعليم الكاذب. الله بعد ما أعطى كل شيء للإنسان، أعطاه الأكسجين اللي بيتنفس، أعطاه الطعام، أعطاه الصحة، كل يوم بيعطي الشمس، بيعطي الأمطار، بيعطي الغذاء، بيصير معاه في برية العالم وبيقول له أنا بحبك وأريد أنه أنت بعد الموت تجي لعندي. بيصير هذا الإنسان فيما بعد بيجي، وهذه أكثر
إهانة ممكن نسميها الإنسان بيطلقها إلى الخالق، صح، وقت اللي يقول له إنه أنت ابعد عنا، بمعنى إنه أنت بمعرفة مش طوقك خالق، لأنه نحن سائل. أصلنا من القرود وإحنا ما بدنا نكون معك. هذا الشيء الحقيقة يعني أنا متأكد بالسماء يكسر قلب الله الحنون، طبعا يعني بيعطيك كل شيء كأب حنون، وأنت بتقول له أنا عاوز آكل وأشرب وأنا أصلي من القرد. الله بيريد يرفعك، يعطيك سلطان على كل الكائنات، وأنت تريد ترجع لورا لأصل صحيح القرود. ليش؟ في تعليم مضل صح مجبور عليه الآن يدرس في كل مكان. نحن ننصح الأهل أنه وقت الأولاد يكونوا صغار من تقرونهم من كلمة الرب وبيشوفوا محبة المسيح، سوف يكون لكم نصيب في السماء. صحيح. وهن الحقيقة في خداع كتير كبير، يعني بنسمعه هلا بكل حوالينا. مثلا بيقولوا انه اصلنا من القرد، وبينسوا القرد منين اجا، والقبل القرد منين اجا، واول خلية منين اجت، ومين خلقها. يعني بالنهاية حتى العلماء ما قادرين يجاوبوا على هذا الجواب، فهن بيلفوا بيدوروا. وانا بتصور انه اي انسان عقله مفتوح وقلبه مفتوح وما عنده رأي مسبق بده انه يثبته، بكل وضوح بيقدر يشوف انه في خالق، بكل وضوح. يعني واضح بكل شيء حوالينا انه في خالق. نعم. وبعدين يعني موضوع انه الادويه وليش الانسان يسمن وما يسمن، مع تطور العلم كله كمان يعني عم بتصير وعم ممكن تصير بيكتشفوها شوي شوي، صح، والامور عم تتغير. وحتى العلماء الملحدين من 50 سنه كانوا يحكوا شيء وبعد شوي يحكوا شيء. صح. فانا بستغرب كثير يعني اعزائنا المشاهدين، يعني مثلا نحن احيانا بنروح عند دكتور بناخذ رايه بموضوع احتمال يعطي راي غلط علمي او طبيا يكون غلط، نحن بنقول هذا الدكتور ما بيفهم شيء وما بنعود بنروح لعنده. بس نحن مستعدين نسمع لعلماء كل سنه بيغيروا رايهم، وكل كم شهر بيقولوا لنا غلط وهلا صح، ونصدقهم ونصدقهم ونصدقهم. ليش؟ ما كلمه الرب ثابته عبر العصور والاجيال والتاريخ كله، وفيها جواب لكل الأسئلة يلي أغلبها العلماء ما قدروا هلأ يجاوبوا عليها، بس موجود الجواب بكلمة الرب. وما بس هيك، وثبت يعني بالحياة العملية من حياتنا نحن بنعرف أنه كلمة الرب رقت الإنسان. وقت الإنسان بيمشي حسب كلمة الرب ومبادئ الكتاب المقدس هي أسلوب حياة كامل، بيرتفع مستوى الإنسان، بيرتفع مستوى المجتمع، بيرتفع مستوى البشرية. بينما شو جابوا العلماء الملحدين لهالخلق؟ ما جابوا شيء غير الدمار والخراب وقلة الأخلاق والفساد والأنانية. فحتى لو أنه ما بنقدر نثبت، مثلا في منهم بيقولوا ثبتوا أنه الله موجود، وناس بيقولوا ثبتوا أنه الله غير موجود. بالحالتين ما في إثبات ملموس، ما في إثبات مادي نقدر نشوفه بالعين، بس أنا بشوف النتائج. وأنا بالفعل إذا عندي أخلاق إنسانية وبدي إنه أعيش بحياة يعني سلام ووئام مع المجتمع، بتطلع بما إنه اثنين ما في لهم إثبات، على الأقل باخذ مين النتائج أفضل. نعم. وواضح إنه كلمة الرب نتائج أفضل بكثير. نعم. طبعا بغض النظر عن الأديان، لأنه في ناس ممكن يقولوا أنه الأديان هي سبب المشاكل على الأرض، وأنا معهم 100%، لأنه الدين هو من إنتاج الإنسان، وأنتجه الإنسان للسيطرة والمركز والتسلط والمصاري، ورح يؤدي للخراب. بس الكتاب المقدس هو أسلوب حياة، أسلوب حياة كاملة، أنه نعيش بسلام وبمحبة مع بعض، أنه نحترم بعض، نحترم آراء بعض، نتمنى الخير لجيراننا مثل ما بنتمنى لأنفسنا، وهيك بتمشي الحياة حلوة كتير كتير. رح ناخد فاصل يا أخ مازن ونسمع ترنيمة حلوة، وبعد الفاصل رح نرجع لنعطي المشاهدين فكرة عن نظرية نشوء التطور بتفصيل أكثر، مين مؤسسها وشو الباكجراوند تبعه والأمور كلها. أعزائنا نطلع فاصل نسمع ترنيمة وبنرجع مرة تانية معكم في برنامج بصمات الله في الخليقة. ربي راعي يا وسلام،
أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين ببرنامج بصمات الله في الخليقة. بالجزء الأول حكينا رأي الكتاب المقدس في خلق الله للإنسان، وهلأ رح ننتقل للجزء الثاني عن نظرية النشوء والتطور. المؤسسة اسمه داروين، وطبعا داروين معروف أظن لكل الناس، ورح نسأل الأخ مازن أنه يعطينا فكرة مين هو داروين، شو هو خلفيته، وكيف دخل ودخلنا بالنظرية لو سمحت. نعم، داروين ولد سنة 1809، وكان هو الخامس من بين ستة إخوة في العائلة، والأهل كانوا أيضا من الأطباء اللي هم معروفين، ولكن هو أخذ منحة آخر في الدراسة، حب أنه يتعلم البيولوجي وغير إلى الجيولوجي فيما بعد. وهذا الرجل كتب كتاب في نظرية داروين في سلسلة من الكتب، لكن على الأقل إن الكتاب اللي فيه هو سنة 1859 عن نظرية النشوء والتطور، وذكر فيها إن الكائنات تطورت مع الزمن الطويل، مع مرور السنين الكثيرة تطورت من خلايا بسيطة وعملها كأنها في شجرة للحياة. فالخلية الصغيرة من 450 مليون سنة تطورت إلى كائن أكبر ثم أكبر ثم أكبر ثم أكبر مع مرور ملايين الملايين من السنين لحد ما وصلت إلى الإنسان. لهذا السبب مجموعة كبيرة من العلماء اللي هم لا يريدون أن يؤمنوا بالكتاب المقدس ولا نظرية الكتاب المقدس، ولا حتى أنه الله خلق في ستة أيام، ولا حتى أن عمر الأرض آلاف السنين، كلهم وافقوا على هذا التعليم الجديد طبعا. وجرف داروين، ممكن الآن نشوف صورة لداروين ونشوف فيما بعد مجموعة من العلماء صار في جلسات طويلة، وانقسم العلماء والمجتمع العلمي إلى قسمين في القرن التاسع عشر لحد الآن. ومضبوط، حتى أنه في ناس ليس لهم علاقة بالعلم كماركس مثلا، اللي أخذت من عند النظريات اللي هي الاشتراكية والنظريات الشيوعية، هؤلاء أيضا وقفوا مع داروين طبعا. فيبدو واضح للغاية أن كل الناس الذين رفضوا الإيمان بوجود خالق عظيم، هؤلاء رفضوا الكتاب المقدس، انضموا إلى فكر داروين. حتى أنه مع أنه نظرية داروين لم تكن مثبتة،
وداروين كتب في قسم من كتاباته إن نظريته فيها الصعوبات، وهذه الصعوبات هو توقع داروين إن مع مرور السنين ومع أنه تمر السنين وفيما بعد العلم يتطور والنظريات تتطور، يستطيع أنه يجاوب على الأسئلة المحيرة اللي كانت هو مش قادر يحلها. فالفكرة الآن ممكن نأخذ قسم من هذه الصور، هذا هو داروين، صورة داروين حتى الناس بيعرفوه، وممكن نشوف فيما بعد الصور أن المجتمع في هذاك الزمان بسبب أنه كل التقنيات غير موجودة. هذه هي صورة داروين، ونشوف أن الصورة اللي بعدها بيبين على أنه كان هناك فكر سائد في القرن التاسع عشر ما يسمى بالتكاثر المتبادل، لأن الناس كانت تنظر إلى برك المستنقعات أو الراكدة، فتشوف على أنه الضفادع فجأة في وقت الربيع تزداد، فكانوا يتصوروا أن هذه الضفادع تنتج من هذه البرك الراكدة. وعندما كانوا ينظروا إلى الحشائش على سبيل المثال وبيشوفوا في حشرات عليها، بيقولوا أن هذه الحشرات جاءت من هذه الأعشاب. وعندما كانوا يناموا في الليل وبيشوفوا أنه مع وجود حبات، ممكن نشوف أيضا حبات للحنطة وحبات للشعير، بيشوفوا هذه الصور للضفادع وهي في البرك الآسنة. الفكر في القرن التاسع عشر كان يتصور أن هذه الضفادع تنتج من المياه، عندما تكون المياه راكدة تنتج بالربيع مباشرة ضفادع. الصورة اللي بعدها بنشوف على أنه إذا تركنا حبوب للحنطة والشعير وكانوا يجوا بالصباح ويشوفوا الجرادين الجرذ ويشوفوا الجرذ موجودة وبتأكل، كان يتصوروا أنه هذه الجرذ هي اللي بتنتج حبوب تأتي من حبوب الحنطة والشعير. خرافة. هذا الأمر ساعد هذا الفكر الموجود بالقرن التاسع عشر، كان هذا عامل مساعد لانتشار نظرية داروين وقبولها حتى وإن ما كانت لها أساس علمي. صحيح. يعني أنا بعرف كمان إنه داروين أبوه دفعه ليدرس طب لأنه كانت تسلسل العائلة أطباء. بس هو كان يخاف كتير من الدم فترك الكلية، وطبعا هذا سبب غضب أبوه عليه. وبعدين كان يروح ويتأمل بالطبيعة ويتأمل بالحيوانات. ويمكن كمان هو يعني هلا بعد شوي إنه منعلق شوي إنه منين إجته هالفكرة، لأنه ما شاف شيء قدامه يثبتها. أخ مازن معنا مكالمة لو سمحت. أخ ماجد. ألو. أيوة سلامة. أهلا يا أخ ماجد، أهلا، أنت على الهواء، تفضل. أهلا بيك، إزايك؟ نشكر الرب. أنا من أجل برنامج بصمة الله في الخليقة عندي سؤالين ممكن أسألهم. تفضل. السؤال الأول، ما هو السبب في تعليم الجيل الجديد أن أصل الإنسان هو الإرث؟ هل يوجد دليل علمي أو أثري يثبت هذه النظرية؟ أيوة. السؤال الثاني، علميا يقولوا ان الديناصور عمره قبل بدايه خلق ادم 65 مليون سنه. ما هو الدليل على صحه هذه المعلومه، وما هو الدليل المقارن على صحه بدايه الخليقه في الاصحاح الاول من سفر التكوين؟ ايوه. تساؤل ثالث واخير، الى اي مدى يستمر اصرار مؤمن على ايمانه وسط هذه الضغوط، كانه يسبح سد التيار؟ إلى أي أخ ماجد، إلى أي مدى؟ قوله تاني. أي مدى يستمر إصرار المؤمن على إيمانه وسط هذه الضغوط، كأنه يسبح ضد التيار رغم الأمواج العالية التي تقابله؟ صحيح. شكرا كثير يا أخ ماجد. هلا الأخ مازن حيجاوبك على الأسئلة، وشكرا لمشاركتك وربي باركك. أخ مازن، أول سؤال يمكن أنت حكيت شوي عنه، أنه ما وضحت يمكن مزبوط، شو السبب
انه هنن بدهم يعلموا الجيل الجديد بهالنظريه البعيده عن الله. نعم، بكل وضوح الـ 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 هناك قوتين يا احبائنا المشاهدين. انا اشكر اخي ماجد على هذا السؤال. الانسان كائن روحي، الله لم يخلق الانسان مجرد مثل ما خلق الحيوانات الاخرى. صحيح. حتى ياكل ويشرب ويموت. هناك شيء اسمى من هذا بكثير. صح. الانسان كائن روحي، الانسان العادي يولد وياكل ويشرب، هذا هو الجسد، هذه حدود الجسد، حدود النفس، انه يكره ويحب وكل هذه الامور. لكن الروح ينبغي انه تولد من فوق، قال الرب يسوع المسيح. صحيح. فنحن بنقول انه التعليم الصحيح هو تعليم خارج من الله، موجود في الكتاب المقدس. إذا الإنسان تعلم هذا التعليم الصحيح ستكون له نهاية أبدية في السماء وعلى الأرض أيضا، بيعيش حياة سعيدة لأن روح الرب يكون معه يقوده. وبيسنده وبيقوده وبيحميه وبيعطيه حاجته. لكن الناس التعليم الكاذب هو لأنه تعليم ضد مشيئة الله، في له مصالح، ففي ناس كثيرين حصلوا على مناصب وأساتذة لربما في مؤسسات علمية مرموقة، لكن لا يستندوا إلى الأمور العلمية، إنما يستخدموا مكاناتهم ومراكزهم في التأثير، لأجل التأثير وأجل جمع الناس اللي هم أيضا من خلفية غير مؤمنة حولهم. وعندنا الآن في أمثلة كثيرة في الأرض في كل مكان، بنشوف انه حتى في امبارح شفنا على سبيل المثال واحد من العلماء المرموقين اللي هو في انجلترا، وايضا كان عامل ديبيت في سيدني، والرجل هو يعتبر الحربة اللي بيدرس التعليم الكاذب، وكانوا في مجموعة كبيرة من الناس وأساتذة والطلاب بيسمعوا الحوار، وتعجبوا أنه لم يكن لهذا العالم غير المؤمن إجابات عن أمور كثيرة. كثيرة طبعا. مثلا سألوا الكون اللي موجود في هذا الكون اللي بنشوفه بالفضاء الخارجي، شو اللي كان قبله؟ ما بعرف. طبعا ما بيعرف. قالوا له طيب نحن كبشر الآن بنعيش وبنأكل، أنت من ضمننا، شو في شيء بعد الموت؟ ما بعرف. قالوا له مثلا أنت إنسان، هل المفروض أنه الفكر اللي عندك إياه بيخليك تكون إنسان نافع للمجتمع أو لا؟ قال لهم أنا نافع. قالوا طيب نحن بنعرف أنه في على الأقل شخصين مثلك، واحد اسمه هتلر والثاني مثلا اسمه ستالين، وهتلر بالحرب العالمية الثانية سبب في مقتل ملايين، 52 مليون إنسان، لأنه كان أيضا موافق على داروين، وستالين أيضا يعني قتل ملايين الناس. فإذا التعليم الكاذب يؤدي إلى موت شعوب. هذا اللي قلنا. نعم. يعني قلنا أنه، وهو أنا سمعته كمان، هو قال لهم أنا ما بقدر أثبت أنه الله غير موجود. نعم. وبيقدروا المشاهدين يروحوا يعني عندهم ويب سايت ويقدروا يسمعوها. نعم. وهذا اللي كنا عم نقوله، أنه طيب إذا ما في إثبات، على الأقل الإنسان يلي عنده ضمير صالح لازم يتبع المبدأ يلي يجيب خير للإنسانية مو يجيب شر. نعم. أخ مازن معنا مكالمة، بعدين بنرجع بنجاوب على الأسئلة الثانية. الأخ سامر من سيدني، تفضل أخ سامر، أنت على الهواء. مرحبا، الرب يبارككم ويباركك. أهلا وسهلا. الرب يباركك. احنا سامر. ممكن أتكلم مع أخ مازن؟ تفضل يا أخ سامر. أخ مازن معك. مرحبا أستاذ مازن. الرب يباركك، أهلا وسهلا فيك أخي سامر. نشكر الرب يسوع. أتكلم معك، وأنا دائما كنت أتابعك على قناة الكرمة. أهلا وسهلا فيك. الحلوة يعني تثرينا دائما معلومات حلوة. أشكرك، الرب يباركك أخي المحبوب. أخ مازن، أنا من خلفية صابئية. نعم. قبلت الرب يسوع المسيح. آمين. ثلاث سنوات. آمين. آمين، الرب يباركك. الرب يباركك. الرب يباركك. هذا أحلى خبر الإنسان بيسمعه. إخوتنا الأحباء، نشكرك أخي سامر على مكالمتك الحلوة وتشجيعك.
أنا أيضا بصراحة مو من أصلي عائلة مسيحية، أنا من الطائفة المندائية، هو مثل هو وهو صعب. أيضا صعب. نحن كليتنا إخوة في الرب يسوع المسيح. آمين نحن آمين يا رب. تعرفنا على الرب يسوع المسيح ونحن فرحانين الآن أنه انتقلنا من الظلمة إلى النور، وشفنا نور الله الحقيقي في وجه آمين ربنا يسوع المسيح، وعدنا الآن هذا الإيمان الصحيح أنه نحن رايحين في طريقنا إلى السماء، وهناك راح نعيش إلى أبد الآبدين في فرح آمين وسرور. تفضل أخي سامر، الرب آمين. يباركك. أنا كنت أحب يعني أسمع اختبارك، بس ما راح يصح بهذا البرنامج، أيوة إنه إحنا نتكلم على أمور علمية. صح، صراحة أنا خريج جامعة بغداد نعم للآداب، بس بالجغرافيا. نعم الجغرافيا يعني كنا ندرس الظواهر الجغرافية أستاذ مازن، نعم ندرس على الظواهر الجغرافية مثل الجرف الصخرية، الجرف القارية، نعم صح التشكلات الجليدية، الأودية، عندك الأخاديد، صح بتتشكل هذه الجبال نعم يعني ملايين السنين، نعم يعني آلاف السنين. نعم بس أنا حبيت أسألك يعني بالكتاب المقدس، إنه يعني نعم سمعت إنه يقولوا 10,000 سنة فترة الخليفة، صح يعني وجود الإنسان من آدم عليه السلام لحد الآن، يعني 10,000 سنة مرت الكرة الأرضية، نعم يعني صح مش الكرة الأرضية نعم مرت ب 10,000 سنة. صح بس كعلميا بيقولوا لا، يعني كل ظاهرة جغرافية على وجه الأرض نعم بتشكل آلاف السنين أو ملايين السنين، نعم صح بتمر بتشكل ظاهرة واحدة. نعم فحبيت أستفسر منك عشان هذه الشغلة يعني. طيب طيب أنا أشكرك طبعا، سؤالك رائع وسؤالك ممتاز وفي مكانه. وأخو الأخ ماجد سأل أيضا، ماجد سأل ديناصورات. ديناصور كمان، فأنا راح أعطيك الحقيقة في هذه المرة إجابة، وأعتقد يمكن اثنينكم راح تكونوا الإجابة جميلة ورائعة علميا، لأن نحن بناخذ الأمور من الجهة العلمية. وراح أشوفه على الصورة الآن، صورة إلى الديناصور اللي بيقولوا على سبيل المثال أنه ويعلموا الأولاد وبيعلموها في المدارس، وبيقولوا أنه الديناصور اختفى من 65 مليون سنة، وأنه هذا الكائن كان موجود وتحجر وانتهى. لكن الآن ممكن نشوف بعض الصور للديناصور اللي راح نشوف من عنده كيف أنه الموضوع على نعم، هذه هي الديناصورات اللي كانت موجودة، طبعا أحجامها عظيمة. ممكن نشوف على جهة تحت الفيل والإنسان، فحجمهم صغير مقارنة بالديناصورات وعظامها موجودة. نشوف الصورة اللي بعدها. اكتشف الآن في دول عديدة مثل في الإكوادور، في المكسيك، في الأرجنتين، في أمريكا الجنوبية، حتى في وجود ناس عملوا آثار بإيدهم لديناصور مثل هذه الصور، راح نشوفها بالآلاف بكل أنواع الديناصورات. يعني هذه المتحجرات أو الرسوم اللي معمولة بإيد ناس بيبينون على أنه كانت معاصرة إلى الناس، لأنه هذول الناس من لنفترض 1500 سنة أو 2000 سنة، كيف قدروا يعرفوا؟ علميا نحن اكتشفناها من 150 سنة، بالقرن التاسع عشر اكتشفوا العظام اللي هذه الديناصورات. فكيف الناس من 2000 سنة أو 2500 قدروا يعرفوا شكل الديناصورات ويعملوها؟ بنكمل الصورة اللي بعدها، بنشوف أنه في دول أخرى هذه في آلاف من هذه الصور مرسومة على أطباق لديناصورات متنوعة، مرسومة بكل دقة في حضارات موجودة في أمريكا الجنوبية، وراح نشوفها في حلقات مقبلة بتفصيل أكثر بكثير من هذه. عبارة عن إجابة سريعة. اللي بعدها ممكن الصورة اللي بعدها، بنشوف هذه ديناصور ووجد في الفك، موجود الفك السفلي قطع من اللحم، قطع من الأنسجة، وأيضا قطع من الدم. والصورة اللي بعدها بنشوف على أنه هذه حتى في أوردة،
وفي كريات من الدم موجودة، وهذه لا تزال موجودة في الفك. فما معقول تكون 65 مليون. إذا أتينا مضبوط، إذا أتينا إلى موضوع الدراسات العلمية، يقال بأنه الـ DNA اللي هي الشفرة الوراثية لكل الكائنات، حتى لو وضعناها بأحسن الظروف، وضعناها في درجة حرارة ناقص 273 تحت الصفر، مع مرور الوقت تفقد الشفرة وتتهرأ. حسبوا أنها عمرها 6 ملايين سنة، يعني أقصى ما يمكن لو وضعت هذه الأنسجة مع هذه كريات الدم الحمر لمدة 6 مليون سنة، المفروض أنها قد انفنت 100%. لكن وقت اللي بيجي يعلموا الأولاد وبيقولوا لهم بأنه الديناصور انقرض من 65 مليون سنة، طيب في المشكلة الآن الحادثة أنه بيحطوا مجموعة من السنين ويجبروا الناس ويعلموها، وفيما بعد من يجي العلم ليس نوع واحد. أخي سامر أنا أشكرك على المكالمة. العلم ليس هناك مثلا عالم في الجيولوجيا، هناك علماء في الفضاء، هناك علماء بالمجال المغناطيسي، هناك علماء بالبيولوجي، هناك علماء في الأنهار، هنا كل في آلاف الآلاف الآلاف من العلماء. المفروض أنه حتى يصدقوا الناس شيء يجتمع كل العلماء ويتفقوا على شيء. صحيح. يعني ما بيقدر يجي عالم مختص بالدي ان اي والدم والبيولوجي وبيقول لهم ان هذه الأنسجة والدم المفروض هذا عمر الديناصور لنفترض 3000 سنة، ويجي واحد عالم تاني متخصص بالأحجار والجيولوجي بيقول لهم لا ده عمره 65 مليون سنة، فيقوموا يصدقوا العالم اللي بالجيولوجيا والعالم التاني اللي متخصص في الدي ان اي والدم والخليه، بيقولوا له انت ما بتحكي بهذا الامر. سنكتشف فيما بعد مع مرور الحلقات احبائنا المشاهدين اراء لعلماء متنوعين وبيقولوا على ان عمر الارض هي الاف السنين وليست بلايين. من يقولوا عمر الارض 4.5 بليون سنه مثلا، ومجرد علم ويتفقوا عليه. طيب إذا صح وكان هذا الموضوع خطأ، طيب الناس هذول اللي تعلموا كل هالسنين وآمنوا فيها وين يكون مصيرهم؟ صحيح. نحن بنوجه رسالتنا للأحباء المشاهدين في كل مكان أنه يعلم الإنسان النظريتين. نحن مش ضد العلم. صح. ليس بهذا الشكل، نحن بنمشي مع الصح. أنتوا درسوا أولادكم الكتاب المقدس ونظرية الله، وخلي الإنسان بيكون هو اللي بيختار. صح. وكمان بنفس الوقت بندرس العلم ونعطي فرصة للأولاد أنه يناقشوا. صح. وياخذوا الطريق الصحيح. هو لا. للأسف أنه الأولاد بهالأيام صاروا بيسمعوا رأي وما بدهم يسمعوا رأي تاني. نعم. يعني ما بعرف ليش الإنسان صار مثل ما قلت قبل أنه عنده فكر مسبق وبده يثبته، ما عنده فكر مفتوح وحرية أنه أنا بدي ادرس هاي ادرس هاي ادرس هاي وبدي اشوف اي الصح وين الاثبات وين ما الاثبات. ومن هون بنيجي للسؤال الثالث اللي ساله الاخ ماجد، انه شو بيعملوا المؤمنين بهالايام انه هن ماشيين ضد التيار. وانا بقول طبعا يا اخ ماجد، لانه من ايام الرب يسوع كان الرب يسوع ماشي ضد التيار والتلاميذ كانوا ماشيين ضد التيار. وهو بيقول بالعالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا غلبت العالم. فنحن صحيح ماشيين ضد التيار، بس بالحقيقه نحن الاقوياء، لانه معنا رب الارباب وملك الملوك ومعنا خالق هذا الكون كله. فمن مين بده يقدر يوقف ضدنا؟ مع انه بدنا نمشي ضد التيار ومننتم نعلن انه كلمه الله هي الحقيقه وان الله هو الخالق ونحن مخلوقين على صورته ومثاله. ومثل ما قال الاخ مازن، بده يقتنع رح يكسب، اللي ما بده يقتنع ما زي ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه بالنهايه. بعد الموت يلي ما مصدق هلا رح يصدق بعد ما يموت غصبا عنه. ونحن بنتمنى انه كل الناس تيجي وتعرف الرب وتعيش بسلام على الارض وتعيش بفرح وسلام وسعاده ابديه مع نعم. الله. نعم. نرجع اخ مازن مره ثانيه، كنا عم نحكي على داروين. وانت ذكرت طبعا انه بسبب وجود الخرافات بوقته
وبسبب التخلف العلمي اللي كان موجود بهديك الأيام قدرت الناس أنها تقبل الأفكار. وحسب ما مكتوب هو عن حياته أنه هو كان يروح يقعد بالبراري وكان يتفرج يحب يجمع فراشات وحشرات ويحب يدرسها. وهو الحقيقة كان رقيق المشاعر، كان يحب الحيوانات كتير وكان يحب الإنسان وعنده أمور إيجابية أنه هو دافع كان ضد العبودية بأمريكا. بس أنا الحقيقة ما بعرف هو منين إجا بفكرته أنه الخلية كانت صغيرة وكبرت وكبرت وكبرت، لأنه ما عنده أي إثبات، هو شاف شيء قدامه غير أنه ممكن بسبب التخلف العلمي بأيامه. يعني نحن هلأ منشوف ناس معهم دكتوراه وبتجي بعدين بتحكي معهم بموضوع منطقي بتقول معقول هاد دارس ومتعلم؟ يمكن هو كان عنده نفس الشيء. يعني كان مفكر أنه من المستنقع مظبوط عم تخلق ضفدع. وهو قال بما أنه الضفدع عم تطلع من المستنقع معناتها هي كانت خلية صغيرة وكبرت وكبرت، بس هو قال بدها ملايين السنين. بس هي كيف عم تطلع بين لحظة ولحظة و15 يوم؟ يعني في تناقض رهيب. أنا بستغرب أنه كيف الإنسان بيلغي عقله وبيلغي شخصيته وبيلغي كرامته وبينزل حاله لمستوى الحيوان. يعني شيء عجيب. يمكن أعتقد لأن حتى بنشوف تصرف الناس فيما بعد أن نشر كتاب داروين، مباشرة ماركس اللي هو كان علم الاشتراكية ونظرية الاشتراكية في الصفحة الأولى اللي ألف فيها الكتاب كتب أهدي هذا الكتاب إلى الذي تحبه نفسي داروين. يعني صار في فجأة كأنه كانوا يريدوا منتظرين هذه النظرية حتى كلهم طوق نجاة بيروحوا يمسكوا فيها طبعا. وبيقولوا أنه ما في إله، وبالنتيجة أنه نحن مبسوطين وفرحانين أنه قدرنا نلاقي في طريقة نفسر بيها، لأنه في شيء واقف أمام الناس على ممر العصور بيطلعوا بيشوفوا الهندسة العظيمة اللي الله خالق السماء والأرض خلق فيها كل شيء. يعني في المستقبل القريب أحبائنا المشاهدين سندخل في دراسات عميقة للـ DNA والخلية وأمور عظيمة للغاية. والشيء اللي حير وحير العلماء لهذا اليوم إنه الأمور اللي نحن ما بنشوفها بالعين، لكن هذه الأمور مصنوعة بترتيب رياضي وهندسي واضح للغاية على أن يد الله هي ماسكة الأمور، وأن كل شيء وضع بترتيب جميل لا يستطيع لا إنسان ولا مجموعة من الناس أنه يغيروه. فنحن دائما ننصح نقول أنه أعطوا فرصة، ادرسوا النظريتين، صحيح، درسوا الكتاب المقدس وعلموه لأولادكم، صلوا مع أولادكم، حتى إذا راحوا للجامعة وسمعوا أو بالمدرسة خلي يبقى في شيء. إحنا الكتاب المقدس يعلمنا فيما بعد أن هناك حياة أبدية في السماء، صح. أما نظرية النشوء والتطور أو أي نظرية أخرى بيقولوا أن الإنسان بيموت ويصير تراب وينتهي. طيب وإذا كان فيما بعد يوم حساب والإنسان بده يقدم حساب عن حياته وعن أيامه، هاي المصيبة، فماذا يحدث في ذاك الوقت؟ ليش الإنسان بيحط نفسه بورطة مستعصية؟ نرجع مرة أخرى وبنكمل الفكرة اللي هي في شغلة بس بدي أقولها. أنه في قسم كتير كبير، يعني في عدد بالكتاب المقدس رائع، لأنه بيقول أنه يقولون لله ابعد عنا لأن بمعرفة طرقك لا نسر. مضبوط، صح. والحقيقة فيها مفتاح عظيم بيورجي طبيعة النفس البشرية. بمعرفة طرقك لا نسر، يعني هن ما بدهم طرق الله الأخلاقية. نعم صح. والحقيقة أنا بشوفه يعني من ماركس وغيره، صح، لأنه كنت أقرأ كتير كتبون قبل ما آمن. ماركس ما بس يعني ياريته هو وقف على النظام الاقتصادي، كان ماشي الحال، وإن كان نظامه الاقتصادي يعني مخرب جدا، لأنه هو
اعتبر انه بده يعمل اشتراكيه وشيوعيه ونقل ونقل الراسماليه من الشعب الى الحكومات، وشفنا شو صار بروسيا وبالدول الاشتراكيه الشرقيه، يعني صح. حطموا الناس وسحقوهم سحق. نعم. يعني هو مثل ما بيقولوا راح من سيء الى أسوأ. صح. هو ما اكتفى بهذا الشيء. هو ليش عجبه داروين؟ لانه هو لا اخلاقيا هو فاسد جدا. نعم. لانه هو كان بده ياسس مجتمع مثل الحيوانات، بده يلغي الأم والأب. إذا بتقدروا ترجعوا لكتبوا وتقروا رح تتأكدوا من هالشي. يلغي فكرة أنه أسرة يلي الله من البداية أسسها، أم وأب وأولاد. هو بده كان يعمل مجتمع إباحي يسمح بإنجاب الأولاد بدون معرفة مين الأب ومين الأم، يأخذ الأولاد ويحطهم بأماكن تجمعات، ويحط مثلاً 10 أولاد بكل بيت، يجيب لهم مصلح اجتماعي ونفساني ليعلمهم، وبرأيه أنه هيك رح تحصل مساواة. وهو نسي أنه الإنسان يعني يحتاج إلى الانتماء بالدرجة الأولى، الانتماء إلى أسرة. أنا بدي يكون عندي أب يحبني ويهتم فيني، إلي أنا ماني نقطة ببحر، أنا ماني عدد، ماني عدد، ماني رقم. أنا إلي اسمه، الرب عارف اسمي وكاتبه عنده. أنا إلي كرامة، أنا بدي أم وأب. فهو يعني سر بداروين لأنه رافض طرق الرب، رافض أي شيء أخلاقي، بده يعيش الإباحية. بده أنه المرأة تروح مع مين ما عجبها والرجل. وطبعا شفنا شو صار بالنظام الشيوعي. صح. يعني النظام الشيوعي انهار انهيار رهيب. والناس نفك القيد من عرقبتها. يعني نشكر الرب لهالشيء اللي حصل، لأنه أغلبهم، يعني أنا بتذكر أول صورة حطوها على التلفزيونات بروسيا أول ما انهار النظام، كلهم ركضوا إلى الكنائس. صح. يعني كان عندهم جوع روحي ما مخليين. طيب إذا أنتوا صح، ليش حتى ما تخلون أنه يقروا كلمة الرب؟ إذا أنتوا واثقين بالشيء اللي عم تقولوه مثل ما قلت حضرتك، أعطيهم يختاروا. صح. بس طبعا لانه هن عارفين انه في شيء غلط، وفي قسم منهم كان مخلص قبل ما يموت اعترف، قال انا بسبب هاي المشكله الاخلاقيه ما كنت بقدر اني امن بالله، فاضطريت اني اقبل موضوع داروين. نعم. فهلا لو بتريد اخ مازن بس تفسر لنا، انت ذكرت انه بيعلموا الأولاد، بدي إياك تتطرق شوي للإعلام حتى الأعزاء المشاهدين يعرفوا قديش السيطرة رهيبة، وكيف إنه في حرب روحية تدور على الأرض. محاربتنا ليست مع جسد، مع لحم ودم. صح. مع أجناد الشر الروحية في السماويات، وهذا شيء واضح نحن بنقدر نشوفه لأنه الله فتح بصيرتنا. بس بدي تعطي فكرة كيف الإعلام، كيف هوليود، كيف الأفلام خربت عقول الجيل الجديد. نعم. وبسرعة إذا بتريد لأنه باقي وقت قصير على برنامجنا. طيب إذا بينتبهوا أحبائنا المشاهدين، في حرب مضبوطة على الجيل الجديد ومن مكانات وطرق متنوعة. المجلات حتى العلمية من وقت لوقت بتحط هذه القصص على أن أصل الإنسان من قرد، ويحطوا في سلسلة نسب من القرود المتطورة حتى تصل إلى الإنسان، وبيحطوا ملايين 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 من السنين، وكأنه موجودة وكأن يعني هالصورة، يعني كأنه هالأجزاء الانتقالية كأنه موجودة، وهي ما موجودة. صح. وحتى أن الجماجم والأمور اللي متنوعة اللي راح نعرضها بالحلقة المقبلة ستشوفنا فيما بعد على أن قسم منها استخدمت بحيلة. وكل حتى الجماجم اللي قالوا بأن هي سلسلة نسب، مع مرور الوقت اكتشف كذبها، وضعت قسم منها في المتاحف، أخذت إلى المدارس. هذه الجماجم اكتشف فيما بعد أن هناك ناس احتالوا في جمجمة واحدة على الأقل، اللي هي البيتمان اللي وضعت في بريطانيا، واكتشفت المفروض بسنة 1912، وكانت هذه على أساس أنه هي الحلقة المفقودة ما بين الإنسان والقرد. بس أي حلقة فيهم؟ وبعد مرور 40 سنة بسنة 1953 اجتمع، طبعا اللي اكتشفها تشارلز داروين مات، وأخذت لأجيال بالمدارس والجامعات أنه هي. بعد مرور 40 سنة 8 من العلماء أخذوا الجمجمة ودرسوها،
واكتشفوا انه في حد من الناس اخذ فك للقرد ولصق الفك في جمجمة انسان بجلو بصمغ. وطبعا الناس كانوا كتير فرحانين على انه اكتشفنا الجمجمة المفقودة. بعد مرور 40 سنة طرحت في مثل ما بيقولوا في الزبالة، لأنه قالوا هذه عبارة عن خدعة وحيلة. لكن لليوم الأفلام اللي تطلع من هوليود، المجلات اللي تنشر الأولاد بيقروا فيها، الصور اللي بتنحط بالتلفزيونات، الأفلام اللي بتعرض أيضا، كلها بتحط في ذهن الأولاد على أنه أصلا الإنسان من القرد. فطبعا الولد وقت اللي يعرف أنه هذا هو التعليم السائد، أول شيء بيصير عنده تمرد على الأهل، وبيصير عنده تمرد ضد المجتمع، وبيصير يسمع الكلام يعتبر أنه الحكومات أو المجلات أو الوسط العلمي هم لهم سلطان أكثر من الأهل. فبيتحول الإنسان إلى عبد فيما بعد. صحيح. وينفذ الخطة العامة اللي هي أنه كل الناس يتحولوا فيما بعد إلى عبيد غير قادرين أنه ينتقلوا بالحياة إلى مستوى أرقى. صح. الكتاب المقدس بيعلمنا يا أحباء أن كل الذين قبلوه للرب يسوع أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. مرتبة فإذن هذه المرتبة نحن بنشجع فيها كل الناس، إنه تعالوا يا أحبة، العالم وضع في الشرير، الأيام صعبة، نحن متفقين معاكم، في حرب من الشيطان على كل الأجناس والعصور، صحيح، الأولاد يعلموا تعليم كاذب في المدارس والجامعات، مضبوط، لكن في دور للأهل طبعاً. إنه يعودوا للكتاب المقدس وبيقروه ويعلموا أولادهم من الصغر، ويحاولوا معاهم يفهموهم إنه نحن بشر ونحن على صورة الله ليس على صورة القرود. صح. ونحن لدينا دور في هذه الحياة أنه ننقل رسالة المحبة من ربنا يسوع المسيح للناس، ونحن رايحين هون على الأرض عايشين حياة مؤقتة، لكننا سننتقل في يوم قريب ونعيش إلى أبد الآبدين في السماء. وفي شيء آخر مهم يجب أنه يعرفوه، أن هناك غضب أيضا على الناس اللي علموا تعليم كاذب طبعا. والكتاب المقدس يشير لهذا الموضوع، بيقول الكتاب المقدس في روميا 1:22: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء الذين استبدلوا حق الله بالكذب وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. آمين. وفي شيء أيضا أخت لما، إنه في شيء اسمه غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. صحيح. نعم. سؤال صغير كتير، قربنا على الانتهاء، بس سؤال صغير، كم حلقة فيه؟ يعني أنا ما بتصور القرد نام وفاق وصار إنسان وبلش يحكي وهر شعره وراح دنبه. كم حلقة فيه من بين مسار القرد إنسان؟ يعني هم بيحطوا أنه في كثير منها، قد يكون 44 حلقة، أنه القرد تطور الجمجمة شوي ويحطوا مثل جزيرة أنه وصل لهذا المكان، وبعد مرور ملايين السنين أو انتقل إلى نوع آخر ونوع آخر. لكن الآن بسبب تطور الأجهزة الآن أصبح بإمكاننا أنه ندرس الـ DNA اللي موجود في الجمجمة نفسها. صح. فاكتشفنا أنه كل هذه الجماجم في 6800 نوع من الجماجم اللي هي تابعة للقرود اللي فيها سلالات انقرضت تماماً. الشيء اللي الآن مثبت علمياً، إما أن يكون هؤلاء قرود. صح. هذه الجمجمة، أو هذه الجمجمة تتبع إنسان. صح. قد يكون شكلها متغير، لأنه شكل الجمجمة البشرية بسبب الأجناس ووجود الناس في كل الأرض. صحيح. في فرق بشكل الجمجمة. صح. لكن هذا لا يعني أنه مثلا الجمجمة اللي اكتشفت بأفريقيا معناته أنه هذا هو أصل قرد، هو شكل الجمجمة بهذا الشكل. صحيح. بس حتى لو تماما يعني حتى لو أنه شكل جمجمته هيك، بس هو كان بيحكي
ما له نعم. ذنب بيمشي على رجلتين، عنده قدره للابداع، عنده ذكاء، عنده قدره لانه يعيش لياكل نعم. ليطبخ ليعمل صح. يعني في امور كثير 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 متعدده، وهن اذا بيقولوا كل مرحله بدها ملايين السنين معناتها عمر الارض بليونز اوف بليون تريليونز، مضبوط ما بتكفي مليارات المليارات نهائياً. من السنين، مع انه لهذا اليوم غير قادرين على انه يوجدوا هذه السلاسل، هي كلها افتراضية وخيالية طبعاً، لأنه المشكلة أنه كل الموضوع خيالي، يعني صح. إنسان بتعلمه فرضية خيالية غير مطبقة لا علميا ولا إلها موجود إثباتات، والجيل الجديد بيسمعها وبيترك الكتاب المقدس على جنب، وهكذا يخسر الحياة الأبدية. صحيح، لأنه للحقيقة الجيل الجديد بيحب الإثارة بسبب الملل اللي عايشين فيه بهالأيام، فتجيهم بنظريات يعني خيالية بيصدقوها، بس تعش قلهم بالواقع هيك هيك بيقولوا لك لا هذا يعني شيء بملل، شيء بضيق الخلق. وفي شغله ثانيه كمان، في قسم منهم عندهم فكر انه المؤمنين كلهم نوعا ما يعني متخلفين مثلا او غير مثقفين، وهذا العكس، لانه هي بسبب هن نقص ثقافتهم، يعني الدراسه ما لها علاقه بالثقافه. ياما بتشوف ناس معهم دكتوراه بس غير مثقفين اطلاقا. للاسف الشديد انه الجيل الجديد بهالايام صحيح صارت الجامعات يعني سهلة. لكل الناس سهل الدخول عليها وفي بلاد مجانا، ومثل هون بيقدروا ياخذوا قرض وبيقدروا يدرسوا، بس للاسف نزل المستوى ثقافتهم الى شكل رهيب. يعني بيدخلوا بياخذوا جامعه بس ما عندهم اي فكر ثاني عن اي شيء ثاني. الروح عندهم مشطب عليها تماما، مسورين يعني مسيرين بالميول تعليم. بالميول النفسية الأنانية، محبة الذات، الشهوات، وبعدين محمولين بكل ريح تعليم صح. بس المهم أنه ما يكون التعليم من كلمة الرب يلي بده إياهم أنه يعيشوا حياة أخلاقية، حياة منيحة. ومشان هيك عم نشوف الشر عم بيزداد كتير 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 بهالأيام للأسف الشديد. قربت حلقتنا على الانتهاء، بس فكرة صغيرة كتير كتير بدقيقة واحدة، الحلقة الجاية شو بدك تكمل لنا؟ نعم، سنستكمل أحبائنا المشاهدين أخت لما الموضوع، سنأخذ أيضا العالم باستور كيف نقض نظرية داروين، وفيما بعد نأخذ أيضا مجموعة من العلماء اللي مشوا في طريق داروين في القرن العشرين، وكيف أنه كل البحوث اللي عملوها لم تؤدي إلى نفع، وأنه بعد مرور 100 سنة لحد سنة 2000 كتبوا جميعهم أنه لا نعرف من أين أتت أصل الحياة. وسنستكمل أيضا الحيل والكذب اللي يستخدم في وضع هذه الجماجم المختلفة في المتاحف العالمية حتى يغيروا من فكر الناس. آمين. منشكركم أعزائنا المشاهدين، حلقتنا انتهت، ومنتمنى منكم من كل القلب مثل ما قلنا قروا الكتاب المقدس وافتحوا الانترنت وقروا، جيبوا كتب وقروا، تناقشوا مع أولادكم، ما تخافوا أبدا أنهن أفهم منكم، لا، عيشوا الحياة المسيحية قدامهم، لأنه هذا أكبر سلاح بتقدروا تحاربوا به قوى العدو وكل فكر يرتفع ضد معرفة المسيح. وإلى اللقاء بالحلقة القادمة مع بصمات الله في الخليقة.